جت في بالي خاطرة حبيت أشاركها معكم. نشوفوا المسلمين لما اهتموا بالعلم وبالزراعة وبالمعمار وبالعلوم وبالهندسة وبالفلك وبالطب، وكانوا يواكبوا الحضارة بل أنهم فاتوا الزمن تاعهم. شوفوا وش أنجوا، شوفوا الإبداعات تاعهم اللي رانا نشوفوا فيها ورانا، هذه فيه قصور الحمراء. ولا غالب إلا الله. إذن هذه اللحظات اللي راح نغادر فيها قصور الحمراء، وعلى صوت هذه النافورات والمياه الجارية وهذه الحدائق الفنة اللي تشوفوا فيها والشمس الساطعة، جت في بالي الآية من القرآن: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.